ملخص ما في هذه الرسالة أن زوجها لا يصلي في المسجد وصلاة الفجر بعد الشروق غالبا، وهي تحزن كثيرا لهذا الوضع وتقوم بالواجب لكنها لم تنجح بعد. فما هو توجيهكم؟ جزاكم الله خيرا. هذا الزوج قد ارتكب خطأين عظيمين، الخطأ الأول تركه للصلاة في المسجد، وهذا خطأ عظيم، لأن الصلاة مع الجماعة واجبة على الأعيان، على كل مسلم يستطيع الحضور، يجب عليه أن يصلي مع الجماعة في المسجد، فإن صلى في بيته منفردا من غير عذر فإن عليه إثما عظيما، لأنه تارك لواجب عظيم. وكان الصحابة بل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر من يتخلف عن الصلاة من غير عذر يعتبره منافقا، قال صلى الله عليه وسلم أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. والصحابة كذلك كانوا يعتبرون من يتخلف عن صلاة الجماعة منافقا. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يتابه وهاد بين الرجلين حتى يقام في الصف. الواجب على هذا الزوج أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يصلي مع الجماعة في المسجد لأنه مسلم. والخطأ الثاني أنه يخرج صلاة الفجر عن وقتها ولا يصليها إلا بعد خروج وقتها، وهذا أعظم من الأول، أعظم من الخطأ الأول، لأن إخراج الصلاة عن وقتها تضيع لها. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة اتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وإضاعة الصلاة هي إخراجها عن وقتها، والله جل وعلا يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وبعض المحققين من أهل العلم يرى أنه إذا أخر الصلاة عن وقتها متعمدا أن صلاته لا تصح ولا تقبل عند الله سبحانه وتعالى. فالخطأ عظيم في هذا جدا. جزاكم الله خيرا. ماذا يجب على هذه المسكينة شفاعة؟ يجب عليها مناصحته والإنكار عليه وتكرار هذا الشيء عليه حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. إذا تستمر في مجاهدتها معه. نعم، وهي مأجورة. يا الله. نعم.